رغم احنا متفقين على نقطة انه كل انسان بيعرف مصلحته اكثر. مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم عم تشوفوا هالفيديو بتمنى لكم اوقات بتجنن، بتشبهكم، بتشبه قلبكم وبتشبه ضحكتكم الحلوة. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وان شاء الله كل ايامكم تكون بسعادة وهنا وفرح ورضا وراحة بال. قبل ما نبلش بالفيديو بدي منكم تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد بنزل على القناة، وحتى نكبر سوا أكثر وأكثر. اليوم الفيديو بدنا نحكي عن بعض العلاقات اللي لازم إنها تنتهي بحياتنا. طبعاً أكيد معظمنا نتفاجأ إنه معظم العلاقات بتنتهي بحياتنا، وفي إنه كتير شغلات ممكن تكون مش متوقعينها وتصير معنا بعلاقاتنا، على صعيد عمل، على صعيد عاطفي، على صعيد اجتماعي، أو حتى على صعيد إنساني، أو حتى على صعيد أصدقاء أو على المجتمع. ولكن نتفاجأ بأنه علاقاتنا مش مستمرة، مش دائمة، نفس الوقت متطورة، علاقاتنا موجودة، باقية، مستمدة، متطورة، متغيرة، تتبدل كل فترة وفترة. منعيش مع مجموعة أشخاص معينة حسب نوعية الحياة اللي احنا عايشينها، كل فترة بتقطع في حياتنا ممكن نتعرف على نوعية أشخاص جديدة، نتعرف على نوعية ناس جديدة، ونتعرف على أصدقاء ممكن يكونوا جداد أو حتى معارف. ولكن ما بنعرف أوقات كيف نختار هالعلاقات إن تكون موجودة بحياتنا أو لا، وما بنعرف إذا العلاقات مفيدة لإلنا كمان أو لا. ولكن نتفاجأ بعد فترة بأنه هالعلاقة بلشت تأذيني نفسياً، بلشت تأذيني صحياً، بلشت تأثر على حياتي بطريقة سلبية. أو العلاقة وهي العلاقة السامة، العلاقة السامة بمعنى تسم البدن، يعني كنت انت على صعيد اصدقاء او على صعيد جيران، على صعيد معارف، على صعيد عمل، كل علاقه سامه موجوده بحياتك تنتهي، لانه مش بحاجه نتحمل ضغط اكثر من الضغط اللي متحملينه بضغوطات حياتنا اليوميه، وما عندنا طاقه نفرزها اكثر لحتى تكون في عنا مجهود لحتى تكون بحياتنا وعلاقاتنا تكون موجوده بطريقه سلبيه. يعني احنا بحاجة شوية وقت نقضي مع الكم شخص اللي منح بحياتنا وبس. فأي علاقة سامة موجودة بحياتنا المفروض نتخلص منها بأسرع وقت. العلاقة الثانية اللي بدي احكي عنها وهي العلاقة اللي بتكون معقدة، يعني مش مرتاح بالعلاقة، بنفس الوقت مش مبسوط بالعلاقة، مش قادر تترك أو تنهي هاي العلاقة، بس بنفس الوقت مش قادر تستمر بهالعلاقة. هالعلاقة المعقدة اللي انت فعليا وصلت لمرحلة مش قادر تحلها، وصلت لمرحلة انه انت خلص بدك تستسلم وما بتعرف اذا تقدم خطوة لورا او ترجع خطوة لقدام. هذا التعقيد انت بغنى عنه، هذا الجو من المشاعر السلبية انت بغنى عنه، لانه الشخص يلي بده يعني نكون موجودين بحياتنا مش حي يحط لنا احجار بطريقنا لما بدنا نصالح او لما بدنا نهتم او لما بدنا نتصل او نتقرب، لانه الشخص اللي بده يحط لنا حجار بطريقنا فبشكل او باخر حنتعركل، واذا تعركلنا حيأثر علينا بطريقه سلبيه، واكيد هالنوع من العلاقه ما رح يكون نتيجته ايجابيه لا علينا ولا على حياتنا. فهالعلاقه المعقده اللي احنا عم نعطيها مجهود بدون مقابل زي كأنه عم نمشي على عجلة دوران ما إلى نهاية، فهالعلاقة لازم تنتهي. هلا النوع الثالث من العلاقات وهي العلاقات يلي دائما بتكون موجودة لتكسر منك، لتكسر جواك. يعني الشخص يلي بتكون معاه على علاقة بحياتك بغض النظر عن نوع العلاقة اللي انت بتكون موجود فيها، سواء كان عاطفية، إنسانية، اجتماعية، او حتى على اي صعيد من أصعدة الحياة، الشخص اللي دائما بيكسر فيك، بيكسر بطموحك، بيكسر باحلامك، بيكسر باهدافك، وبيحسسك انه انت مش قادر تعمل اشي، وبيحطك بدائره العجز انك انت عاجز، انت كسول، انت ما بتقدر، انت انت انت، فهاي العلاقه لازم تنتهي، لانه مجرد ما تحررنا من هالشخص رح نقدر نتحرر بطريقه تفكيرنا، نتحرر بافكارنا، الاشياء اللي جوانا نقدر نحاول نجرب نعملها. لانه الشخص اذا بضل عم يضغط علينا ويحطنا ضمن قيود، عم نكون مقيدين، انه عم يقنع فينا طول الوقت انت ما بتقدر، مستحيل تقدر، ما حتوصل، ما حتنجز، ما حتحقق حلمك، ما حتعمل شيء، علاقتي فيك هي لتغذيني ولا لتدمرني،
هاي العلاقة لازم تنتهي بهذا الشخص. كمان في كتير أشخاص ممكن يكونوا موجودين بحياتك لحتى يأذوك نفسيا على مراحل. كيف؟ ممكن يكون عم يركز على حياتك العاطفية، ممكن يكون بيركز على حياتك الزوجية، ممكن يكون عم بيركز على حياتك العملية أو العلمية ويضل عم يحكي معك بحياتك بهذا المحور. يعني كيف علاقتك بزوجتك، كيف علاقتك بزوجك، كيف علاقتك بشغلك مع مديرك، كيف علاقتك بصديق الفلاني، ويكون مصر على انه يضل عم يعرف تطورات وتغيرات وسلبيات وايجابيات وين عم تصير العلاقة وشو اللي عم بصير بالعلاقة، ويضل عم يحاول يكون له دور بهالعلاقة لحتى يعطي وجهة نظر، لحتى يعطي رأي، لحتى يعطي فكرة، لحتى يكون عم بيعبر عن رأيه وانه هو بده مصلحتك وبده يكون معك كرمال انك انت تكون منيح وكرمال انك انت تكون بخير، رغم احنا متفقين على نقطة انه كل انسان بيعرف مصلحته اكثر. بهالشكل وهالشخص يعني دايما بيكون معك بعلاقة كرمال يكون بس عم بيركز على محور من محاور حياتك ويضل عم بدور حوالين هالقصة، هالعلاقة لازم تنتهي وهالشخص ما لازم يكون موجود، لأنه وجوده أذى عليك وعلى الطرف يلي عم بيكون بحياتك وعلى الصعيد. يعني أنت ما حتقدر تطور من علاقتك بالشخص وبنفس الوقت ما حتقدر تتخلص من هالشخص، لأنه دائما بسألك شو صار، شو مجريات، شو الأحداث، شو في تغييرات، شو عم بصير، شو عم يتطور. هالعلاقة ما لازم تكون موجودة، وحتى لو كانت موجودة بحياتنا لازم نتخلص منها. نرجع لموضوع الأشخاص يلي ما لازم يكونوا موجودين بحياتنا كأشخاص وكعلاقات. على الصعيد الاجتماعي ممكن نتعرف على نوعية أشخاص كتير، بس بنفس الوقت في أشخاص كتير تعرفنا عليهم وكانت علاقتنا فيهم سطحية وبعدين تطورت وصارت منيحة، وأشخاص تعرفنا عليهم كانت لمرة واحدة أو مرتين وانتهت. شو اللي خلانا نتقرب من هالشخص وما نتقرب من هالشخص؟ الأشخاص يلي ما بيناسبونا فكريا، نفسيا وأخلاقيا لازم من الأساس ما نحط جهد ولا نحط ببالنا أنه يكونوا موجودين بحياتنا أو حتى يكون في بيناتنا أي نوع من أنواع العلاقات، لأنه لقدام هالشي رح يأذينا. اختلاف الأفكار واختلاف طريقة التفكير واختلاف الأخلاقيات بالأشخاص ممكن يخلينا نوصل لمرحلة نكون بطريق مسدود، ما حيكون في تناغم، ما حيكون في تناسق، ولا حيكون في تكافؤ بالعلاقة. وهالتضاد ممكن بنفس الوقت يأذينا في حال نحن كنا مصرين على وجود شخص في حياتنا. فإحنا لازم منصر بهالطريقة ومنصر على وجود شخص بحياتنا طالما إحنا مش متفقين فكرياً ونفسياً وأخلاقياً، يعني على أقل بس يكون في تناغم بالعلاقة حتى يكون أنا مرتاح، حتى يكون شعوري تجاه الشخص على الأقل مطمئن لوجوده ومطمئن بوجوده بحياتي، ما رح يكون في أذى. أما إذا كان في تضاد أفكار وتضاد بطريقة التعامل وتضاد بالأخلاقيات والنفسيات فما حيكون في تناغم ولا في تناسق، وحنحاول نحيي العلاقة كأنه عم نحيي شخص ميت، فما حيكون في وجود أبداً للعلاقة ولا حيكون في منها فايدة. فهالعلاقة لازم تكون موجودة، وإذا موجودة خليها تنتهي. العلاقات بحياتنا كتير وبنفس الوقت مختلفة، بس لازم نكون منتبهين لشوية تفاصيل بعلاقاتنا، لنوعية الأشخاص بعلاقاتنا، نختار الأشخاص الصح بالوقت الصح والطريقة الصح. دائما نحاول نعطي جهد لعلاقة بتستاهل، دائما نعطي جهد لعلاقة نستفيد منها، لعلاقة إلها مستقبل. على صعيد المستقبل، طيب هالعلاقة اللي ما إلها مستقبل في داعي إنها تكون موجودة؟ أكيد لا، وبهالحالة هالعلاقة لازم تنتهي. هاي واحدة من العلاقات يلي ما لازم تكون موجودة بحياتنا، ولو موجودة لازم تنتهي، هي العلاقات اللي ما إلها مستقبل. لهون وبكون وصلت لنهاية الفيديو. أنا محمد بحبكم كثير، دوروا بالكم على حالكم، كونوا بخير للفيديو الجاي، باي باي.